السلام عليكم، اهلا وسهلا بالمشاهدين. ان شاء الله تكونوا بخير وتكونوا لاباس. اليوم جبت بطاطا، حبيت نشاركها معكم، نوريكم طريقتي كيفاش نعملها. سهله بسيطه مليحه للي يحبها. نقولوا بسم الله ونبداو. عندي بطاطا غسلتها مليح ونظفتها، نقيتها مليح، حكيتها مليح ونظفتها. نفتحها من الوسط، بس موست هي كبيرة شوية. نحب نعملها لولادي في البيت ياكلوها على نظافة. هي نفتح كل الكمية هكذا، سهلة يعني، هي ما فيهاش حاجة. نصفيها وتشقيها من الوسط باش يدخلها الطياب مليح. يا برك حبيتي انا كبار. نحو معاها بشوية، مش للطرف، نحطو نديرو شقوها في الوسط. وهاك بعد ما شقيتها كلها، نجيب ورق الألومنيوم ونقص كل وحدة نلفها فيها، نغطيها مليح من الطرف. وهاك راني مشغلة الفرن، أنا راني مخلية الفرن يسخن. نغطيهم مليح ونخليهم يطيبوا لمدة ساعة. ساعة هما ساعة، ساعة وربع هاك يكونوا طابوا. هما المفروض ساعة بس عشان كبار تاوعي نزيدهم شوية. وهيك بعد ما لفيتهم كامل نخليهم ساعة ساعة في الفرن، ساعة ساعة وربع، ساعة حسب. حن كل مرة ندير تيست نشوفهم بالسكينة طلعت أو يعني طابوا أو لا. بعد ما يطيبوا حنفتح عليهم شوية ونخليهم يتحمروا شوية باش يبدوا ينزلوا الكراميل تاعهم هكذا وتجي هايلة. يلا ندوهم الفرن. وهكا ندخلهم للفرن وبعد ما يجهزوا حنوريهم لكم هما جاهزين. فاصل ونعود. وهيك عدنا معاكم، هي قعدت تقريبا ساعة ساعة وعشرين دقيقة هكذا، خشينة كبيرة. حنفتحوها مع بعض. اوف سخونة، انا تستيتها، عملت لها تيست هكذا. نشوفها، شفتوا كيفاش طابت زبدة. حنفتح لكم الحبة الكبيرة، شوفوا كيفاش كرملت. نفتحوها مع بعض نشوفو كيفاش طابت. شفتوا الفتحة اللي فتحتها؟ سخنة. شفتوا طابت ازاي؟ وهيك وصلنا للآخر. ايوا شوفوا كيفاش طابت طيبة زبدة. المهم هذه هي طريقتي، طريقة مليحة. أنا ممكن هكذا نروح نرجعها تتكرمل شوية، نفتح كل الكمية هذه ونرجعها تتكرمل. كانت هذه هي الطريقة تاع البطاطا المشوية في الفرن.
نشكركم على المتابعة، وإلى اللقاء في الفيديوهات المقبلة. استنوا منا الجديد إن شاء الله. مع السلامة.